خلينا برضو نسأل كابتن عمرو الحلواني عن فوز الاهلي النهارده على زد 2-1، وكان في سؤال كده عايز اساله له، ان النهارده كابتن سامي قمصان كان هو المدير الفني للنادي الاهلي بعد سفر كولر طبعا للاجازه، هل كابتن سامي قمصان يا كابتن عمرو هو اللي حاطط التشكيل ولا بيتشاور مع كولر وكولر اللي حاطط التشكيل ولا ايه بالظبط؟ بص يا كابتن، طبعا مبروك النادي الاهلي، مبروك 21 ماتش على التوالي. النادي الاهلي دايما بيلعب على مكسب. بالنسبه للسؤال، اكيد 100% كابتن سامي قمصان هو اللي حاطط التشكيل. طبعا اكيد بيتكلم مع مستر كولر او نفس طريقه اللعب، بس 100% هو اللي حاطط التشكيل، هو اللي عارف اللعيبه الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. مستر كولر ما كانش موجود، سافر بعد ماتش سموحه، كولر سافر. اكيد 100% التمرين اللي فاتت واللي قبليها حضر ثلاث تمارين، عارف مين اللعيبه اللي جاهزه، عارف مين اللعيب اللي يكون بيلعب في البوزيشن ده، عارف مين اللعيب اللي هو موجود، مين اللعيب اللي فايق، مين اللعيب اللي هيديني طريقه اللعب بتاعت مستر كولر، مين اللي فايق. فاكيد 100% كابتن سامي قمصان هو اللي حاطط التشكيل، طبعا مع استشاره مستر كولر، بس هو اللي حاطط التشكيل، هو اللي عامل التغييرات. انا يعني انا ما اظنش اللي مستر كولر هيخش في تشكيل او لاعب ده وما تلعبش ده، اكيد لا. كابتن سامي هو من اول الماتش لاخر ماتش هو اللي حاطط طريقه اللعب، بس طريقه اللعب واحده. اللعيبه حتى كابتن كريم النهارده حاسه اللي هي نفس السيستم، نفس اللعيبه، بس تغيير اسماء. يعني تلاقي مثلا مكان حسين الشحات موجود محمد عبد الله، تلاقيه بيلعب بنفس السيستم. محمد عبد الله ناشئ لعيب النهارده، لعيب ذكي، لعيب عنده شخصيه، لعيب النادي الاهلي هو اللي كان واخد عينيا النهارده، هو اللي كان ملمع النهارده. ناشئ كسبنا ناشئ كويس جدا. الناحيه الثانيه احمد عبد القادر النهارده عنده شخصيه، لعيب بيروح واحد ضد واحد، جاب جون حلو جدا، بقاله فتره ما بيلعبش، رجع نفسه النهارده. عمر كمال النهارده عمل ماتش هايل، كريم الدبيس عمل ماتش هايل. اللي جناب النهارده كابتن كريم تحس كانها بقى لهم فتره بيلعبوا ماتشات الفتره اللي فاتت. حتى نص ملعب مصطفى ابو الخير النهارده بدايه مبشره، لعيب عنده شخصيه، لعيب مش خايف، بيلعب السهل، الميس باص بتاعه عنده قليل جدا. قفشه طبعا لعيب كبير في الماتشات الجامده والماتشات الحاسمه بيجيبها لك. في النهارده كهربا النهارده بقى له فتره كبيره جدا يا كابتن كريم غايب، النهارده يبقى يجيب جون ويشوط اكتر من فرصه ويبقى عايز يجيب الثاني والثالث. انا شايف النهارده النادي الاهلي يعني المكسب مش الثلاث نقط اكتر من مكسب لعيبه كتير ما كانتش بتلعب ولعبت النهارده وادت اللي هي لعيبه تستحق تبقى موجوده في زد. رايك ايه في زد؟ انت اتكلمت على الاهلي فقط، بس زد النهارده كان منافس برضو جيد امام النادي الاهلي. بص يا كابتن، زد من اول الموسم عاملين موسم بالنسبه لي استثنائي. كابتن مجدي ابو عاطي منقي لعيبه كويسه جدا، منقي لعيبه تمشي مع طريقه لعب كابتن مجدي عبد العاطي. اللعيبه عندها شخصيه، لعيبه كويسه جدا، عنده اكتر من لعيب، عنده مهاره، عنده لعيبه. انا اللي بيعجبني في زد كابتن طول الماتشات بيلعبوا بطريقه هجوميه، مش خايف الجماعي كمان بشكل هايل، وعاملين موسم بصراحه هايل جدا. بس النهارده زد مش في احسن حالاته، يعني النهارده النادي الاهلي بيلعب بحوالي اربع خمس لعيبه ناشئين مع لعيبه كتير ما بتلعبش. شباك برضو دي مش سهله، ان انت اللعيبه الناشئين او الشباب دول عايزين يثبتوا نفسهم. طبعا نفسه بس في لعيبه زد بقى لهم اكتر من 32 ماتش بيلعبوا في الدوري المصري، لعيبه عندها خبرات، لعيبه اتحطت في المواقف ده اكتر من كده، لازم يبقى عامله ماتش كويس كل حاجه. بس انا كنت متوقع فرق مع زد برضو ضربه الجزاء اللي ضاعت النهارده في الشوط الاول من عبد الله بكري، كان النتيجه 0-0، كانت ممكن تصعب الماتش شويه على الاقل. ممكن يا كابتن، بس انا شايف حتى بعد ضربه الجزاء زد نفس يعني مش بنلعب بنفس الحماس بتاع النادي الاهلي.